الله وبركاته. كنت واجدو الحين في سوبر بنات من بعد اسبوعين من الحجر الصحي. ان شاء الله غادي نتقداو المسائل ديالنا اللي غنحتاجو. بقاو معايا حتى تشوفوا الفيديو ان شاء الله ونشوف اش غادي نتقداو. المهم غناخذ المسائل اللي غادي نحتاج. غناخذ خصني السينيال ناخذ منه وغادي ناخذ خصني شامبوان خصني الصابون غادي ناخذ منه جوج. غادي ناخذ هنايا عندي هنا باندوش غادي ناخذ تا هو باندوش. غادي ناخذ هاد الشامبوان هذا صراحة كتعجبني هاد المارك ديال لي باندوش. غناخد منها عاود وحدة هادي يعني بقوستو آخر. جيت هنا بلاصة المواد التنظيف خديت جافيل وغدا ناخد إن شاء الله الصابون ديال الماكينة أوتوماتيك. غناخد هذا ديال ماكينة الصابون إن شاء الله. شنو خاص عاود غناخد هذا ديال كيعطي رائحه زوينه في الحوايج. انا هنا غدا نستغل الفرصه وغدا نتقدى جميع المسائل اللي خاصاني يعني حيت دابا تقريبا يعني جوج اسابيع ولا ثلاثه اسابيع غباش غنرجع ان شاء الله نتقدى. الصراحه انا رجعت هاد الصابون ديال لافاتريش غدا ناخد واحد اخر لقيته بكميه كبيره وناقص عليه في الثمن. هذا تيدير تقريبا شي 7 اورو الثمن ديالو. مي لقيت انا هذا اوفيرتا هذا لقيته ب 10 اورو فيه 100 الاخر فيه غير 50. غناخذ هنايا هذا اتاي غناخذ هذا العصير هذا للدراري. خديت هنايا الزيت العود خديت جوج ليترو زيت الرومية ليه زيت الرومية ناخذ 5 لتر. صراحة المهم اليوم انا يا عملت جوج شريوات وغدا نتقدى كاع داكشي اللي غادي يخصني ان شاء الله. غادي ناخذ هنايا خصني البزار وخصني الخرطوم بلدي حتى هو خديته حتى هوايا. خديت هنايا العدس وغدا ناخذ هنا مايونيز كيف ما كتشوفوا راه بدون غلوتين. غدا ناخذ هنايا الفورس يعني خاصه محتاجه. غناخذ 4 خليت بلاستيكه. ديت هنا 6 كيلو ديال الفورس وغدا ناخذ هنايا الذره شنو غناخذها ناخذ هنا الذره ان شاء الله. غناخذ هنايا فارينا انتغرالي كيف ما كتشوفوا راها بيو وغدا ناخذ الفرينه ديالي يعني السميده كيف ما متعوده كناخذ. هذه راها بدون غلوتين ناخذ 3 كيلو ناخذ 4 كيلو سكر. خديت هنا 2 كيلو ديال السكر ناخذ هذا. المهم انا الصراحه ما تعجبنيش نوتيلا حيت فيها زيت النخيل. غدا ناخذ هذه ديال الكريمه الصراحه المذاق ديالها زوين. غدا ناخذ حتى خميره ديال الحلوى هذه راها بدون غلوتين. وغناخذ للدراري هذا كندر بوينو وغناخذ هذا الشوكولاط هذا راه بدون غلوتين البنات ومكتوبه عليه سينزا غلوتين شتوها. غناخذ هذا الميريندينا كيف ما كتعرفوا الدراري يعني عزيز عليهم بحال هاد المسائل. جيت هنا للبلاصه ديال يعني ياغورت والمسائل غادي ناخذ هاد ياغورت هذا راه بدون غلوتين الصراحه والثمن ديالو يعني مناسب تيدير تقريبا شي 3 اورو وما كاملاش المهم راه فيه 8. وغدا ناخذ الحليب غادي ناخذ 3
3 اطر ديال الحليب. مي مازال عندي الحليب الصراحه في الدار، يعني خديت غير باش نقضي، يعني مازال عندي في الدار. هذه هنايا بلاصه المعجنات، غدا ناخذ الخميره ديال الخبز، الخميره ديال الخبز حتى هي محتاجاها. غدا ناخذ هنايا الصراحه كنت نسيت ريكوتا، تيحماقوا عليها الدراري، خصني ضروري ناخذها. وغدا ناخذ حتى هذاك الفورماجينو ان شاء الله، غناخذ هذا الفرماج هذا اللي محكوك، غدا ناخذ منه وحده. جيت هنا بلاصه ديال الخضار، الصراحه الخضره هنا زوينه واسمنه مناسبه. خديت هنا القرعه وخديت الحراق، خديت هذا وهذا، نشوف عاود تعاود شنو غادي تصنيع ثاني ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا الصراحه مع هذا الحجر الصحي، يعني الانسان يعني بنادم قليل، ما كاينش حلاوه، ما كاينش الغاشي كثير. ناخذ هنايا السلطه، خديت هنايا الربيع القزبر والمعدنوس. جيبي لي كادير الشلاله، صراحه انا كلشي مضبوط، كلشي يعني بالنمره بالثمن يخرج لك. ناخذ هذه 132. شوفوا هنايا السلطه الصراحه اللون ديالها رائع وجميل، غدا ناخذ منها ثاني ان شاء الله. جيت اليوم انا والزوج ديالي باش نتغداو، وخديت هنا من هاد القرعه هذه، الصراحه حتى هي زوينه، فن هاد القرعه كتجي في الطياب. غدا ناخذ هنايا، بقات لي هنا ناقشه، غدا ناخذها ان شاء الله، غدا نعجن منها خاصني. ناخذ منها كيلو ونص تقريبا. غدا ناخذ حتى الخيار تهوايه، غدا ناخذ هنايا التفاح ان شاء الله. التفاح كله الصراحه المنظر ديالو زوين، ناخذ منه. كيف ما خديت هنايا البنان، انا غدا نشوف يعني شحال غادي يخرج لي الثمن ديالي. عطاني هنا 3 أورو و59. غناخذ هنايا الفريز، ناخذ منه بواطا. وجينا هنا بلاصه يعني بلاصه الاسماك، خدينا هنايا الشرن. الصراحة كلشي زوين، السيدة كتعبر لينا تما كاينة السردين. السردين شوفوا الثمن ديال السردين كيدير هنايا 6 أورو، تقريبا 1200 في المغرب. يعني كاينين أنواع كثيرة زوينة. هذا السلمون 12 أورو، أثمنة مختلفة وكلشي زوين. نعاود هاد لامارك هادي ديال الحوت، سميتو داك الحوت، سميتو هدا ميرنا مع بعيدة من اتساع مبانش ليا مزيان، خدينا الميرنا. المهم حنا دابا تقدينا كاع المسائل اللي خاصنا، دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادا نمشيو دابا للكاسة باش نجمعو، باش نجمعو المجموع ديال داكشي اللي خدينا. بالنسبة للتقادية ديالتنا هي هادي، وهذا حتى هويا. حنا دابا في الكاسة، ضفت هنا شي حاجة كانت خاصني، خديت الكريمة وخديت هنا الفرماج، وضفت زدت واحدة أخرى ديال الفرماج الفوق، وخديت هاد لامارك هادي ديال غالباني، الصراحة كتجي رائعة. نديروها في البيتزا دابا، أنا تقد كملت التقضية دابا، غدا نخرج بحالي. كنتمناكم تدعموا القناة تاعي بالاشتراك بتفعيل الجرس واللايك، وما تنساونيش من التعليق كيفما كتشوفوا حنا في السوبر ديال البنات.
كنتمنى منكم الدعم ان شاء الله، وكنتمنى منكم يعجبكم الفيديو وتشوفوا حتى الاخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد ان شاء الله من شهوات ام ادم بدون غلوتين.